انتصف نهار القاهرة، مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي سارة. مرحبا بك عمرو، مرحبا بكل السادة المشاهدين، وإلى تفاصيل الظهيرة. يبحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصيني كين جانغ الذي يقوم بزيارة للقاهرة العلاقات المتميزة التي تربط بين القاهرة وبكين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تشغل اهتمام البلدين. هذا ومن المقرر أن يعقد شكري ووزير الخارجية الصيني مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات. أدانت الحكومة الفلسطينية اغتيال الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان في جنين شمال الضفة الغربية، وكان شابان فلسطينيان قد استشهدا برصاص الاحتلال قرب مدينة جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على السيارة التي كان يستقلها الشابان عند مفرق بلدة جبع ولاحقتهما، ثم أطلقت النار باتجاههما مجددا مما أدى إلى استشهادهما، كما استشهد فلسطيني ثالث متأثرا بجروح أصيب بها برصاص إسرائيلي قبل أيام. تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للتعبير عن رفضهم لسياسة الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالب المتظاهرون باستقالة بنيامين نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد، كما أكدوا أن الإصلاحات التي يريد نتنياهو إجراءها في النظام القضائي تعرض إسرائيل للخطر، ويرى المعارضون لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل أنها تحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين الكنيست الإسرائيلية. أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 115,290 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي، بينهم 630 جنديا قتلوا أمس. يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مسؤولون أوكرانيون بأن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة دنيبرو الأوكرانية ارتفع إلى 18 قتيلا. كما أعلنت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا أن روسيا شنت 3 ضربات جوية و57 ضربة صاروخية، ونفذت 69 هجوما بالأسلحة الثقيلة أمس، بينما أسقطت القوات الأوكرانية 26 صاروخا روسيا. في أحدث حصيلة لضحايا حادث تحطم طائرة في مدينة بخارى بوسط نيبال، أعلنت سلطة الطيران المدني ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة إلى 44 قتيلا. وصرح المتحدث باسم سلطة الطيران المدني بأن عمليات الإنقاذ مستمرة. من جانبه أوضح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية يتي أن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز ETR-72 وكانت تقل 72 شخصا بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم و15 أجنبية. وبعد أن رفع أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة نستكمل نشرة الظهيرة، حيث أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ في العاصمة ليما والعديد من المناطق الأخرى، وذلك وسط استمرار الاحتجاجات للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد دينا بولو أرت. وقد أسفرت المظاهرات عن مقتل 42 شخصا على الأقل خلال 5 أسابيع، وأكدت بولو أرت أنها لن تستقيل من منصبها، متهمة من يطالبون باستقالتها بأنهم من مؤيدي العنف والمتطرفين الذين يحرضون السكان على الفوضى، كما قدمت اعتذارها عن سقوط قتلى خلال الاحتجاجات. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر الماضي، وأوضح بيان للبيت الأبيض الأمريكي أن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والتي أودت بحياة 19 شخصا على الأقل، وتسببت في حدوث فيضانات وانقطاع في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق. ويأتي هذا في وقت توقعت فيه هيئة الأرصاد الوطنية
سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين، وفي سياق حذر حاكم ولاية كاليفورنيا من أن خطر حدوث فيضانات ما زال قائما، وهو ما دفع سلطات لإصدار أوامر لعشرات الآلاف من السكان بالإجلاء من المناطق الأكثر تضررا. يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم عددا من تقارير اللجان المشتركة، من بينها تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس النواب مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، بعد التحية ضعنا في مزيد من التفاصيل حول جلسات مجلس النواب اليوم. نعم سارة، بعد التحية في بداية جلسة اليوم والتي بدأت منذ ما يزيد قليلا عن الساعة، أحال رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين إلى جانب عدد آخر من قرارات رئيس الجمهورية أحالها رئيس المجلس إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها تعرض فيما بعد على الجلسة العامة للمجلس. بعد ذلك استعرض المجلس 30 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب للحكومة، وجميعها تتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، منها ما يتعلق باستيضاح سياسة الحكومة تجاه ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وكذلك توفير وسائل مواصلات آمنة وآدمية بالمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب استيضاح سياسة الحكومة تجاه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، إلى جانب طلب مناقشة آخر يتعلق بإنهاء الإشكاليات الحاصلة بين هيئة الإصلاح الزراعي من جانب وهيئة الأوقاف من جانب آخر في عدد من المحافظات. طبعا بطبيعة الحال طلبات المناقشة هذه أحالها رئيس المجلس أخذ الموافقة على إحالتها إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد للمناقشة. وفي هذه الأثناء صار يستعرض المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 71 في شأن هيئة الشرطة، ويستهدف مشروع هذا القانون تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لهيئة ضباط الشرطة سواء كانوا ضباطا أو أفراد، وبما يحقق الاستقرار الوظيفي وترسيخ مبدأ الانضباط. كذلك استهدفت التعديلات المدخلة على مشروع القانون ضبط صياغة عدد من مواد مشروع هذا القانون القائم التي أحدثت لبسا في تفسيرها وتطبيقها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلى جانب استحداث عدد آخر من المواد تضاف إلى مشروع هذا القانون تتعلق بسلطة هيئة المجلس الأعلى للشرطة فيما يتعلق بإعادة التعيين أو إنهاء الخدمة أو الاستقالة أو النقل خارج المجلس الأعلى للشرطة. المجلس في هذه الأثناء صار يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ وفي طريقه للموافقة على مشروع هذا القانون، ومن ثم سوف يناقش مواد مشروع هذا القانون البالغ عددها 3 مواد بخلاف مادة النشر. مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل، جزيل الشكر لك. أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي خلال شهر ديسمبر الماضي على عينة من المواطنين البالغين 18 عاما فأكثر لمعرفة مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيا وأفضل الخدمات الحكومية الإلكترونية التي استخدموها خلال عام 2022. أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن خدمة استخراج شهادات الميلاد جاءت في مقدمة أفضل الخدمات حكوميا خلال العام الماضي بنسبة تتجاوز 12%، تليها خدمة طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وخدمات الشهر العقاري المميكنة. كما أشار بعض المواطنين إلى خدمة المرور الإلكترونية ومنها خدمة تجديد الرخصة وخدمة الاستعلام عن المخالفات. تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتي تشارك في معرض أهلا رمضان طرح منتجاتها من مختلف السلع الأساسية، إضافة إلى منتجات الألبان واللحوم والخضروات والفواكه بأسعار تقل عن مثيلتها في الخارج بنحو 30%. في سبيل تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدود الدخل،
وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع الغرف التجارية وكبريات السلاسل التجارية بمختلف المحافظات. المجمعات الاستهلاكية وضمن مبادرة أهلا رمضان تعرض منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات على مستوى كافة الأنواع والأصناف، لا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية من أرز وزيت وسكر وغيرها بتخفيضات تصل إلى حد 30%. عندنا السكر الحر ب 14.5، عندنا سكر تموين ب 10.5، عندنا زيت التموين 800 ملي ب 25 جنيه، عندنا المكرونة بتاع سايلون بتاع القوات المسلحة بتبدأ من 6 جنيه وانت طالع حسب الشركات المختلفة. عندنا عدس أصفر نص كيلو بيبدأ من 15 جنيه لحد 21 جنيه، بره بينباع ب 50 جنيه، أقل حاجة في السوق بره في الأسواق الحرة. عندنا البيض ب 86 جنيه، عندنا الألبان بتبدأ من 23 جنيه وانت طالع برضو اكتر اقل من الاسواق بره ب 25%. اللحوم الطازجه عندنا لحوم سوداني طازجه فريش الكيلو ب 135 جنيه، الكبده نفس الكلام برضو ب 135 جنيه، عندنا لحمه بتلو برازيلي مجمده الكيلو ب 120 جنيه، عندنا لحمه برازيلي قطع كباب حله ومفروم برضو ايضا الكيلو ب 120 جنيه. المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لا تكتفي بتقديم منتجاتها من السلع الأساسية فحسب، بل امتدت إلى اللحوم الطازجة بجودة عالية وسعر منخفض، وكذلك الأسماك بأنواعها والخضروات والفواكه الطازجة والمغلفة. معارض أهل رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على مستوى الجمهورية نظرا لتنوع المنتجات وجودتها ومدى ملائمتها لكافة الفئات على مستوى الأسعار. هي الأسعار غالية بس أقل من بره، لأن الدنيا كلها رفعت يعني الأسعار هنا أرخص من السوبرات ماركت اللي هنا. نعم. يعني أنا لما أجيب علبة اللبن ب 25 نعم. عندهم ب 27. تمام. إزازة الزيت أنا مرة كنت داخلة أشتري حاجة من عندهم إزازة هنا ب 25 نعم. هناك والله العظيم بايعها ب 40 جنيه. هنا اللحمة رخيصة يعني مش وحشة. يعني النهاردة دي ب 135 بره 170 و180 وعدت في 200 كمان. البلد النهارده وصلت 200 جنيه عند الجزارين. انا باجي باخدها من ان هو ب 135 ولحمه ممتازه وليها نكهه وطعم جميل جدا. والكبده كمان ب 135 زيها زي اللحمه بالظبط. بنسبه تخفيض تتراوح ما بين 25 الى 30%. المجمعات الاستهلاكيه من خلال معارض اهل رمضان تواصل عرض منتجاتها من السلع والاحتياجات الرئيسيه للمواطنين وايضا منتجات اللحوم والخضروات والفواكه ومنتجات الالبان وسط تنوع كبير من المعروض واسعار تتلائم مع الجميع في ظل اقبال جماهيري كبير. محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. وإلى أخبارنا الرياضية، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره المغربي في 7 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 7 لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد. واستهل الفراعنة مشاركتهم في البطولة بفوز تاريخي على حساب كرواتيا ب 31 هدفا مقابل 22، محققين فوزهم الأول على منتخب كرواتيا في تاريخ لقاءات الفريقين بالمونديال. وفي باقي مباريات اليوم ببطولة العالم لكرة اليد، يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره الصربي في 7 مساء، وتلعب مقدونيا أمام هولندا، ويواجه المنتخب التونسي نظيره البلجيكي، وفي 9:30 مساء يلعب منتخب النرويج مع نظيره الأرجنتيني، ويلعب منتخب البحرين مع منتخب الدنمارك، ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره الجزائري، وأخيرا يلتقي منتخب كرواتيا مع المنتخب الأمريكي. يلتقي ريال مدريد مع منافسه اللدود برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني في 9 مساء على ملعب استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية. كان ريال مدريد قد تأهل للنهائي بعدما تخطى عقبة فالنسيا بركلات الترجيح في النصف النهائي، كما تأهل برشلونة بعد الفوز على ريال بيتيس بضربات الترجيح.
ختام نشرة الظهيرة في تمام الثانية بتوقيت القاهرة، نأتيكم ونشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري. نعم سارة، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لك عمرو، وشكرا لحسن المتابعة. في أمان الله.